وسهلا بأصحابي أبطال سنة ستة ابتدائي. النهاردة مع بعضينا هناخد فيديو تاني بيتكلم عن خصائص البيئة الزراعية، وده الدرس الأولاني في الوحدة الأولى. خصائص البيئة الزراعية دي احنا عارفين ان اي زراعة لازمنا حاجتين رئيسيين، هي اما مياه عذبة وتربة خصبة. علشان تقوم الزراعة لازم حاجتين، مياه عذبة وتربة خصبة. تعال مع بعضينا هنعرف يعني ايه خصائص البيئة الزراعية، ايه هي انواع الزراعة، ايه هي انواع المياه اللي بتعتمد عليها الزراعة. اول حاجة، احنا عارفين ان الانسان المصري القديم استقر على ضفاف النيل وارتبط باستقرارهم بزراعة الارض. يبقى الانسان عشان يستقر لازم يكون ايه، يتعلم زراعة الارض. والزراعة دي لازم تتوفر فيها حاجتين زي ما قلنا، تربة خصبة ومياه عذبة. يبقى إذن البيئة الزراعية هي إيه؟ هي البيئة التي يتوفر فيها مقومات الزراعة. إيه هي مقومات الزراعة دي؟ تربة خصبة ومياه عذبة، وما يرتبط بها من أعمال من أعمال أخرى. إيه هي الأعمال؟ زي مثلا تربية الحيوانات. يبقى البيئة الزراعية هي ايه؟ هي البيئة التي يتوفر فيها مقومات الزراعة زي التربة الخصبة، مياه عذبة، وما يرتبط بها من أعمال أخرى زي تربية الحيوانات. طيب ايه هي بقى أنواع الزراعة؟ أنواع الزراعة في مصر، أنا عندي نوعين من الزراعة. أول حاجة زراعة مروية، والزراعة المروية دي هي بتقوم على مياه نهر النيل أو المياه الجوفية. يبقى أول نوع اسمه إيه؟ زراعة مروية، ودي بتقوم على حاجتين، يا إما نهر النيل أو مياه الجوفية. النوع الثاني عند الزراعة المطرية. الزراعة المطرية دي هي اللي بتقوم على مياه إيه؟ الأمطار الشتوية زي الساحل الشمالي، اللي هي بتكون بيئة ساحلية عند البحر المتوسط يعني. يبقى عندنا نوعين من الزراعة، زراعة مروية وزراعة مطرية. المروية على نهر النيل ومياه جوفية، المطرية على ايه؟ مياه الأمطار، من اسمها الأمطار الشتوية زي الساحل الشمالي زي ما احنا شايفين اهو. الساحل الشمالي بتكون فيه أمطار، دي بتكون عليها الزراعة في المناطق الشمالية. طيب كمان عندي أنواع الزراعة المروية. انا عندي زراعة مروية زي ما انت قلت على ايه، حاجتين، يا اما نهر النيل او مياه جوفية. اول حاجة نهر النيل. الزراعة على مياه نهر النيل بتوجد في السهول الفيضية، السهل الفيضي هناخده دلوقتي يعني ايه، وتبلغ المساحة اللي هي حوالي 8.5 مليون فدان. الزراعة دي توصف كم مكان؟ ثلاثة، الوادي النيل، دلتة نهر النيل، منخفض الفيوم. وادي هو ايه هنا؟ السهل الفيضي اللي هي وده نهر النيل اللي بيترسب عليه التربة الطينية الخصبة. طيب الزراعة على مياه جوفية، ودي غالبا بتوجد في الواحات فقط لا غير، وتعتمد على مياه الآبار والعيون اللي هي المياه الجوفية. آبار وعيون اللي هي مياه الجوفية. طيب يعني ايه السهل الفيضي؟ السهل الفيضي ده هو سهل يتكون على جانبي النهر، الجانبين اليمين والشمالي. بيتكون ازاي؟ جالي نتيجة الرواسب الطينية التي ينقلها النهر معه. يعني هو النهر جاي من المنبع بتاعه في اثيوبيا، من بعد اثيوبيا، وهو جاي لينا، وهو جاي لمصر، جاي معاه محمل. محمل ايه؟ جالي محمل الرواسب الطينية، وهو جاي بيترك على جانبي نهر النيل، جانبيه بيترك عليهم رواسب طينية. الرواسب دي كونت مع مرور الزمن تربة طينية خصبة اللي هي سهول الفيضي. تمام. طيب
مناطق الثروة الفردية فين؟ في مصر. السهل الفردي بيوجد في 3 أماكن زي ما قلنا، الدلتا لو احنا فاكرين، ايه تاني فاكرين؟ وادي النيل برافو، وايه تالت؟ منغفة الفيوم برافو. أول حاجة الدلتا. الدلتا دي بتبدو فين؟ قال لي بتبدو على شكل مثلث كبير، القاعدة بتاعته فين؟ على ساحل البحر المتوسط الشمالي. طب ورأسه فين؟ قال لي شمال مدينة القاهرة. الدلتا بتزيد مساحتها، المساحة المزروعة فيها، عن 55%، يعني أكتر من نص المساحة المزروعة في مصر بيكون فين؟ في الدلتا، 55%. الدلتا دي في التقسيم الإداري فيها حوالي 11 محافظة. طب تاني حاجة الوادي. الوادي ده بيمتد من القاهرة شمالا حتى أسوان جنوبا، وده بيشمل كذا حاجة. أول حاجة المسافة ما بين القاهرة وأسوان حوالي 1000 كيلو متر، يعني هو بيمتد طول المسافة من القاهرة لأسوان حوالي 1000 كيلو متر. بيكون في زراعة حوالي 28%، أي نص مساحة المنزرعة في الدلتا، يعني الوادي نص الدلتا، مع إن مساحة الوادي أكبر، بس المساحة المنزرعة نص مساحة الدلتا، 28%. عدد المحافظات كام محافظة فيها؟ كام؟ 9 محافظات. تعال بقى ناخد حاجة تاني، منخفض الفيوم. منخفض ده أحد المنخفضات اللي بيوجد في البيئة الصحراوية، احنا زي ما احنا خدنا السنة اللي فاتت. بيوجد فين بالظبط؟ قال في الصحراء الغربية. بيوجد في الشمال الغربي من وادي النيل، وده أقرب منخفض لنهر النيل أو لوادي النيل. يبقى منخفض الفيوم ده أقرب منخفض لنهر إيه؟ النيل أو وادي النيل. طب إزاي منخفض يوجد في بيئة صحراوية وإحنا بنعتبره منطقة زراعية فيضية كمان؟ قال لي لا، اصل في سر. ايه هو السر؟ اصل منخفض الفيوم بيتصل بنهر النيل عن طريق ترعة اسمها ترعة بحر يوسف. يبقى منخفض الفيوم بيتصل بنهر النيل عن طريق ترعة اسمها ترعة بحر ايه؟ يوسف. الترعة دي بتجيب فيها مياه نهر النيل المحمل بالتربة الطينية من خلال فتحة اسمها فتحة ايه؟ اللاخون. تربة منخفض الفيوم تربة طينية خصبة تتكون من رأس نهر ايه؟ النيل. هناخد مع بعضنا دلوقتي. خلي بالنا في أماكن ما ينفعش فيها زراعة. إيه هي الأماكن؟ أول حاجة بحيرة قارون في منخفض الفيوم لا تجوز بها الزراعة. ليه؟ قال عشان أكيد فيها أملاح لكثرة أو لارتفاع نسبة الملوحة. برضو المناطق الشمالية للدلتا اللي عند البحر المتوسط برضو ما فيهاش زراعة. ليه؟ لارتفاع الملوحة اللي هي الأملاح، وكثرة المستنقعات اللي هي زي الحفر موجودة في الأرض، ما ينفعش طبعا فيها زراعة برضو. تعالى كده مع بعضينا ناخد مثال. أدي الدلتا أهو شايفينها، رأسها عند البحر المتوسط فوق، والقاعدة بتاعتها عند البحر المتوسط شمالا، وعند رأس الدلتا عند شمال مدينة القاهرة. الوادي بيمتد مسافة من 1000 كيلومتر من القاهرة هو فوق لغاية إيه؟ أسوان. منخفض الفيوم بيقع على الشمال الغربي من وادي النيل، وده منخفض في بيئة صحراوية، لكن بيتصل عن طريق البحر إيه؟ يوسف، اللي فيها يجيله تربة خصبة من نهر النيل. أنواع الزراعة في مصر. أنا عندي نوعين من الزراعة. أول حاجة زراعة مروية، والزراعة المروية دي هي بتقوم على مياه نهر النيل أو المياه الجوفية. يبقى أول نوع اسمه إيه؟ زراعة مروية، ودي بتقوم على حاجتين، يا إما نهر النيل أو مياه إيه؟ الجوفية. النوع الثاني عند الزراعة المطرية. الزراعة المطرية دي هي اللي بتقوم على مياه إيه؟ الأمطار الشتوية زي الساحل الشمالي، اللي هي بيكون بيئة ساحلية عند البحر المتوسط يعني. يبقى عندنا ايه؟ السطح. أول حاجة شكل السطح. السطح أو الشكل الأرض في الوادي والدلتا تتميز باستواء ايه؟ السطح، تتميز باستواء
السطح وعدم وجود مناطق مرتفعة زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة. لكن منقبض الفيوم بتظهر التربة فيها على شكل مدرجات زي السلم. المدرجات دي أدت إلى استخدام حاجة اسمها السواقي. الساقية دي بتستخدم لرفع المياه لري الأراضي الزراعية، وهنا في سؤال بما تفسر تستخدم السواقي في منخفض الفيوم ليه؟ لرفع المياه لري الأراضي الزراعية، ده سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير في الامتحانات. طيب ممكن صح وغلط، تستخدم السواقي في منخفض الفيوم صح؟ اه طبعا دي ايه؟ صح، شايفينها؟ استوى الأرض فيها على شكل مدرجات، وبتستخدم حاجة اسمها الساقية علشان ترفع المية لري الأراضي الزراعية المرتفعة. هنكمل مع بعضينا المناخ. المناخ اللي هو عبارة عن حاجتين، درجة الحرارة وعندي إيه؟ الأمطار. درجة الحرارة في البيئة الزراعية في الصيف مرتفعة جدا، وفي الشتاء معتدلة خالص، لكن الأمطار بتكون قليلة. عشان خاطر كده الزراعة لا تعتمد على مياه الأمطار بتاتا. ليه؟ عشان هي قليلة طبعا، هو اللي متفسر، بس بتعتمد عليها في مكان واحد بس. احنا لسه واخدين من شوية، لو فاكرين مين فاكر؟ أيوة، الساحل الشمالي اللي بيسقط عليه أمطار متوسطة في فصل الشتاء، ودي دايما بتيجي صح وغلط. طيب بعدين هناخد حاجة اسمها توافر مصادر المياه. توافر مصادر المياه دي ان الزراعة دايما مرتبطة بالمياه العذبة، دايما مرتبطة بالمياه ايه؟ العذبة. فالزراعة في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم مرتبطين بالمياه العذبة. طب ايه اللي حصل؟ قال احنا عملنا العديد من المشروعات الزراعية زي مشروع الري لتوصيل المياه للأراضي الزراعية. ايه هي المشاريع دي؟ زي الترع، زي القناطر، زي السدود. يبقى ايه المشاريع اللي احنا اتعملت علشان نروي الارض الزراعيه بالمياه العذبه؟ 3 حاجات: ترع، قناطر، سدود. تعالى مع بعضنا نعرف. اول حاجه الترع. ايه الترعه؟ الترعه دي عباره عن قناه مائيه، قناه يتم حفرها عشان توصل الميه من نهر النيل الى الاراضي الزراعيه. ايه؟ قناه مائيه يتم حفرها لتوصيل مياه من نهر النيل الى الاراضي الزراعيه. عندي كام ترع؟ عندي 3 ترع. اول حاجه لو احنا شايفين ترعه الاسماعيليه شرق الدلتا، ترعه النباريه غرب الدلتا، وترعه الابراهيميه غرب الوادي. يبقى عندي كام ترعة أنا؟ دي بتيجي في الخريطة. ترعة الإسماعيلية في شرق الدلتا، ترعة النوبارية غرب الدلتا، ترعة الإبراهيمية غرب الوادي. طيب تاني حاجة ناخدها القناطر. القناطر حاجز مائي ليه اتعمل؟ أنشئ بغرض إيه؟ قال رفع منسوب المياه لنقلها للأراضي مرتفعة المنسوب، يعني يرفع منسوب مياه للأراضي الزراعية. عندي كم قناطر؟ قال عندي 4 قناطر خيرية فوق خالص عند القاهرة والجيزة، قناطر أسيوط، قناطر نجع حمادي فوق التانية، قناطر إسنا تحت التانية. نتعلم الحاجات دي. قناطر خيرية فوق خالص، قناطر أسيوط تبدأ مع نهاية الخليج السويس، وقناطر نجع حمادي فوق التانية، وقناطر إسنا تحت التانية. تالت حاجة السدود. السدود عبارة عن بناء هندسي يشيد على النهر. ليه؟ قال لي لتجنب أخطار الفيضانات، وعشان يحفظ إيه؟ المياه في أوقات انخفاض منسوب مياه النيل. زي مين؟ زي السد العالي في أسوان، عند بحيرة ناصر هنا، أو بحيرة السد العالي. هنكمل مع بعضينا التربة. إيه التربة دي؟ قال تربة الوادي والدلتا منخفض الفيوم زي ما شايفين احنا دلوقتي تربة طينية خصبة كونها نهر النيل عبر آلاف السنين. طيب أول حاجة نعرفها مكونات التربة. شايفين قدامنا نسبة كبيرة من الصلصال ونسبة قليلة منين؟ الرمال.
طيب مميزاتها خصبة سميكة سوداء ايه اللون، عشان خاطر كده مهمة للقيام النشاط الزراعي. لو قلنا لي بما تفسر ليه، اقول انا خصبة سميكة سوداء ايه اللون. طيب هنكمل في حاجة تاني اللي هي النبات الطبيعي والحيوان البري، ودي اخر خاصية من الخصائص الطبيعية. النبات الطبيعي زي ما احنا فاكرين من واحنا صغيرين في ابتدائي في رابعة ابتدائي، هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الانسان، مثل ايه اشجار الغابات. هي النبات ينمو تلقائي دون تدخل ايه الانسان زي اشجار الغابات. النبات في البيئة الزراعية بينظر، النبات الطبيعي في البيئة الزراعية بينظر، ليه بينظر؟ علشان كثرة النشاط الزراعي، كثافة النشاط الزراعي. طب بينمو فين النبات الطبيعي؟ قال لي بينمو على حاجتين، جوانب الترع وضفاف النيل، على جوانب الترع وجوانب ضفاف ايه؟ النيل. تاني حاجة هناخدها الحيوان البري، الحيوان البري ده برضه بينظر، زي ايه الحيوان البري ده؟ زي الذئاب، زي الثعالب. طب ليه بينظر؟ قال لي علشان كلها اتجهت للبيئة الصحراوية، اتجهت للصحراء. هناخد جزئية تاني، ايه هي بقى الخصائص البشرية للبيئة الزراعية؟ أول حاجة الأيدي العاملة، إيديا، ودي طبعا بتعتمد عليها الزراعة بجانب الآلات طبعا. تاني حاجة السوق، السوق لازم يكون فيه داخل مصر وخارجها عشان اقدر اصرف الانتاج، ابيع الانتاج. ثالث حاجة النقل اللي بينقل المنتجات من المزارع للاسواق. نكون انتهينا من عرض الدرس الاولاني، البيئة الزراعية البيئة الزراعية وخصائصها. اتمنى انكم تذاكروا كويس خالص، و